السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الحادثة اللي شرات الخونة شعشو حمازة عمل نظافة ببلدية بريان ولاية غردايا، هذا الأخير عثر على مبلغ مالي معتبر قدره نصف مليار سنتيم، لقاه مرمي في حاوية قمامة وقام بتسليمه لصاحبه الذي أضاعه من ولاية المسيلة. هذا إنسان قلبه طيب وشهم. وكانت حادثة أخرى صارت لخونا مصطفى رحماني من بلدية البنود بالبيض، كذلك وجد 279 مليون ورجعها صاحبها. واليوم معانا هذه القصة الخونة عبد الرحمن اللي أصر واحد ما يعرف الاسم نتاعو. هذه السيدة اللي صارت مع هذه الحادثة تروي لنا القصة اللي صارت لها. تقول السيدة على هذا الشاب اللي ظهر أمامكم في الصورة: البارح طلعت النقل حاسي بحبح الجلفة، وكي وصلت الجلفة البلاد جا خويا الداني في كورسة، يعني في سيارة، وكان عندنا مشكل. هبطت على عجالة من أمري ونسيت ساكي في النقل، يعني في هذاك التاكسي. المهم كي لحقت المحكمة ضربت على الساك به نجبد تليفوني، لقيت روحي نسياته. بقيت متحسرة كثير لأنه فيه تقريب 130 مليون سنتيم وزوج خواتم ذهب. حاول نتصل بالهاتف نتاعي من عند خويا، يعني هدت هذاك شدت التليفون تاع خوها وعيطت على الرقم نتاعها، ورفع لي أحد الشبان وقال لي ساكك في أمان وراني نستناك عند باب الشارف. الحمد لله لحقنا ليه، أعطاني الساك الفراك ما كانت ناقصة يعني والو، يعني دراهمها كانوا كاملين، وكيعطينا له دراهم مليون يعني حابين يكافئوه على الأصل تاعو والشبعة كيما نقوله والأمانة اللي صانها. وكان راجل حلف وما حبش يشدها، سقسيناه على اسمه ما حبش يقول شوف الرجولية يا خوتي مرة الأولى، ومن بعد قلنا اسمي عبد الرحمن أو عبد الرزاق قطواش. كي بحثت عليه اليوم في الفيسبوك يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلع لي ولقيت تصاورته. هذا هو اللي راكم تشوفوا في خاوتي على الفيديو. من هذا المنبر حبيت نشكر أهل حاسي بحبح طيبين أمينين، بارك الله فيكم، وخصوصا هذا الشاب نقول الله يعطيك ما تتمنى، لأنه دراهم كنا في أمس الحاجة لها، والله يكثر من أمثالك، ربنا يكثر من أمثاله ومزالت الدنيا بخير. وكاين ناس كيما ولدي هذا عبد الرحمن أو عبد الرزاق، يعني كاينين في بلادي مازال فيها رجال ومازال فيها الخير. ونظير الموقف الرجولي الذي قام به الأخ قطواش عبد الرزاق تجاه المبلغ الذي وجده، حيث أنه صان الأمانة وأعاد المبلغ كما هو لأصحابه. قام أحد أعضاء جمعية الغيث النافع الخيرية السيد شاب الله بتكريمه، و اختير كشخصية سنة 2024. هؤلاء هم المؤثرين الحقيقيين في المجتمع، وبمثل هؤلاء نفتخر. فكما صنت الأمانة نسأل الله عز وجل يحميك في الدنيا والآخرة، وكما فرحت أصحاب المال نسأل الله عز وجل أن يفرحك في الدنيا والآخرة. ونشكر صاحب الجمعية الخيرية الغيث النافع لهذا الالتفاتة الرائعة اللي قام بها، وهذا الإنسان يستاهل صح هذا التكريم، وربنا يبارك فيه وربنا يكثر من أمثاله.